نهار اخوان هاي جينا نهار سبعة ها احنا غادي نوليو دونك انا جبنا لها القروة باش نركبوها نديوها المليلية ها هي المريولة طلعناها في القروة الفواياج ضاع لنا ولكن تاع حاجة ما تضيع ان شاء الله تاع حاجة ما تضيع طلعوا نجيبوا حديدة وحدة اخرى ونهبطوا نكملوا الفاكونس ديالنا العام اللي بغينا نمشيو فيه لمراكش والصويرة واكادير احنا سالم المنظر المريولة ديالي فراها غادي مسكينة حتى لصبريون وانا راني غادي في طاكسي انا الاخوان ريت في كاب دولو انا غاديين من الطريق الناظور باش نردو الفارغونيطا كيما قلت لك جينا من كاب دولو نضربو شويه ديال الحوت عاد لحقاش البابور يخرج مع 12 تاع الليل ايوا المهم حتى تيما انا غاديين معاكم دوكا دوكا هذه اللوطو ديالي راها جايه في القروة انا عيطنا له انا والطاكسيور باش يتغدى معنا يضرب الحوت عارف تهلا فيهم ضروري دير معاهم مزيان هادشي وراه جاي احنا سبقناه شحال احنا صحنا كلينا وكملنا ايوا يجي يلا جاي الجديد هاو الاخوان الناظور الطريق ديال البسكليت شوف الطريق ديال البسكليت عاد نقول لك الناظور كيخدموا البلاد ديالهم تفرج هادي عجبتني شو البنين اللي لهيها تقول راك فلورا شوف القدرون كي مسقد شوف الدودان كي مخدوم وقلت لك طريق البسكليت لاحظ لي شفتو ولا ما شفتش راه مخدوم الناظور اخوتي والله انا اللي كنت هاد المره مشيت بزاف ديال الصوالح تبدلوا انا غادي نديرو السكانير الاخوان نطلعوها للبابور ايوا صافي هادشي اللي كاين الروينه القروه اللي تجيبك من وجده ممنوع تدخل للبور غير هاد القروه الحمراء هي اللي عاطينها لوتوريزاسيون باش تدخل للبور عند الديوانه من غيرها حتى لوطو قانون دايرينو علاش ما نعرفتو هاد القروه الحمراء اللي راكم تشوفوا فيها يسوقها واحد الشيباني واحد الكعرار عمرو ما شفت بحاله يلا الاخوه السلام عليكم هاي سمعوا اللي قلت لكم كيسوق القروه سمعوا الغوات ترى غادي حتى حدا الباب باش نصور له وجهه لحقاش حشومه هاي دوز سكانير يلا غادي نزل الطوموبيل على الارض ونخرجوا برا هذاك الشيباني مول القروه الحمراء شوفوا فين خلى لي اللوطو ما خداماش الله صافي الاخوان ها حنا في البابور المهم بلا ما نبقى نديرو السينما وكذا راكم عارفين تحياتي ليكم وها حنا راجعين هذا الحانوت اللي كيتقطاو فيه وكذا هاني راجع من هنا واحد يومين ثلاث ايام ربع ايام راني راجع نهز الجولف ونرجع الاخوان ما خسر ليش انا الفاكونس على والو يلا تحياتي ليكم وبيزو بيزو بيزو